السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم ورد الجوري، يعني اللي هو لي غوز. تشوفوه، قال لي غرسنا عام الاول. شوفوا ها هو، يعني هذا تاع عام الاول وجدناه للسنه. شوفوا راه داير نوار، وقام شحال من خطره تقولوا لي ورينا ورينا، انا ما رحتش يعني ما درت لكم شويه فيديو كامل. اليوم قلت يعني كي رجعت لكم جديد وبطيت عليكم كامل، قلت والله ندير لكم هذا الاحمر. شوفوا ما شاء الله، هذا البنات هنا كيتكسر. شوف كيفاش درت له باش ما يروحليش ما يموتش، يعني نقبضوه باش ما يعاود يلصق. اي حاجه عندكم باسوا، انا كان ما كانش عندي موجود اصلا، درت له غير ساشي هذا الاصفر. شوفوا احمر، يعني انا دايره ثلاث الوان ولا اربعه، المهم بغيت نوري لكم. شوفوا وانا دايرته باسكو للبيع، هذا دايرته في ساشيات والتراب. شوفوا هنايا، شوفوا شحال خشين. شوف انا كما زبرناه كامل باش نعاودو، يعني نعاود عاودنا له هذا النوع الاصفر. على بالكم بلي البنات حنا لهنا نزبروه ونغرسوه. درت ديجا انا درت لكم فيديو على كيفاش نغرسوه، ومن بعد ما ننقلوهش فم فم، يعني نخلوه حتى تشوفوا الصايب دا كاين هكذا. الى بعدا كيدير نوار هكذا عرفوا بلي راه يعني خلاص ما تخافوش عليه يموت كامل. والبنات ما خليت لكم واحد باش نقلو، مازال ما نقلتوش، قلت ندير لكم عليه فيديو غير مازال ما كتبش يعني كارت ميموار لي ندير فيها لي فيديو تاعت، ودرت لي على هكاك بقيت عليكم البنات تسمحوا لي. ها هنايا كامل راني دايره تاع البيع هادو كامل، هادو تاع اللي نبيعوهم. قلت قبل مازال ما نخرجهم للبيع نوريهم لكم. ها هو شوف، كاين الاحمر، كاين الاصفر، كاين كامل الانواع تاع الورد الجوري. يعني احنا في الجزائر نقولوا له لي غوز، هذو اللي نديروهم في الساشيات، اللي نغرسناهم في الساشيات هذو. هنايا شت وحده بيضاء، شوفوا هذا باش واحد اللي يجي يشري يقلع غير الساشي هذاك وقبالة يغرسو، ما يضلش يبدل له في التراب ويقلعو من العروق تاعو ولا لا. نقلعو من الساشي تاعو، علاش البنات نقلعو من الساشي تاعو؟ باسكو الساشي ما يتحللش في التراب. لو كان بيدون تاع الحديد نغرسو بالبيدون تاع الحديد، بصح كيكون ساشي نحوه من الساشي تاعو، ما نخلوش في الساشي تاعو. البنات اللي تشري زعما كانت تحوس تشري ولا تنحيه من الساشي تاعو، ولا شاتو في بيدون تاع الحديد معليش. ومهم دخليه كامل داخل الطراب، هذاك الساشي كامل يدخل في الحفره، يعني تحفري حوالي قد الطراب اللي رانا غارسين فيه. وما هنايا يولي يكبر ما شاء الله، وما تخافوش عليه كامل. دوكا وقت يعني واحد يبدا يشري ولا وقت الزبير فات، قلت لكم بلي انا ما زبرت يعني ما درت لكمش كامل الفيديوهات عليهم السنه، درت عام الاول والسنه البنات فاتني كلشي وقت، يعني على بالكم الظروف اللي في التالي هكا والله غير يعني تسمحوا لي. وزادت مش كارت ميموار البنات، كي يسموها والله اللي راحت لي، سمحوا لي كنت نفكرها نقول لكم. ومع هذا البنات هذا راني كي غرس درت الاخر هذا ثاني غرستهم. ها هم شوفوا في الفون هنايا، هذا بنات قرنفل الصيني، باسكو كاين انواع، كاين انواع. ها شوفوا شحال شباب، شوف الله يبارك. قلت يعني كي بديت نصور في الفيديو تاع لي غوز، قلت والله نكملكم ثاني معايا هاد لي بلونت هادو الشابين، تشوفوهم معايا. يعني مانيش نحضروا ليهم غير باش تشوفوهم البنات، يعني باش تشوفوا هذا الوقت هذا كيفاش يدير النوار، كيفاش كيكون مطالين فيه، كيفاش يرجع. انا السنه حقيقه البنات ما طاليتش في البلونت تاعي، ما وانا قاعده اليوم غدوه اليوم غدوه اليوم غدوه، تلقيت كل شيء فات على هكاك مزية كاين زعما اللي يخدمو. يعني شوفوا ما شاء الله، شوفوا الله يبارك، شوف يعني دار نوار وكاع.
انا اغلبيه اللي كان بعيد على الاخر ما كل شيء راح لي. شوفوا ما شاء الله، الله يبارك. البنات ما تنساوش دعموني باش نزيد لكم اكثر. بارطاجيو الفيديوهات باش يشوفوهم، باش يعرفوا القناه تاعي. كاين بزاف ما مش عارفين بلي نهضروا على لي بلانت كامل هنا في الجزائر. يعني كي نبدا نهضر في الفيسبوك ولا نقول بلي عندي قناه ولا ما قالوا لي ما سمعناش بها. على هكاك البنات اللي متتبعين، يعني بناتي وحباباتي امهاتي وخواتاتي كامل اللي يتبعوني ويحبوني، يعني عاونوني باش نزيد نكبروا عائله تاعنا. البنات تاعنا شوفوا زعما والله لا راني نتعب باش ندير لكم هذا الفيديوهات كامل. بس دوكا مع رمضان شويه العيا وكامل على بالكم. انا شويه في زعما مقبل رمضان وانا كنت شويه عيانه، زاد كل حق رمضان. ما الحمد لله الحق والله ما شاء الله السنه رمضان ما شاء الله الله يبارك. غير شويه عيات على الخدمه، وزاد ثاني قلت لكم بلي فلاش تفكرت البنات الفلاش تاعي اللي دايره فيه الفيديو تودر لي على كك بطيت. ثم عاودت راني عاود ندير في الفيديوهات واحد اخرين. انا كي كنت قاعده ما نطلعش في الفيديوهات بصح كنت نصور ونحط. راح لي كامل والله يا البنات راح لي كامل. ما ستوش كامل وانت ودت ودرها في الدار، نسيت وين حطيته باسكو راسي ماش عندي، نسيت وين حطيته. البنات هادو مال لي غوز اللي قلت لكم عليهم. ان شاء الله البنات اللي غرسوا معايا عام الاول يكون تاعكم ثاني دار هكا. دوك نوريكم وحده مازال ما دارتش، يعني ندير فيديو واحد اخر مازال ما دارتش كامل، راهي في عامين. نوريكم كيفاش نديروا نقلوها وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.